وضعها ما نقدر نغير طبيعتهم. طيب هاي ايدي اللي انتي قاعدة تعلقين عليها تقولين ايدك مو حلوة، على الاقل هاي ايدي يا حبيبة قلبي مخلفة 3 اطفال ومربية 3 اطفال ومخليتهم باحلى مدارس وبانية إلي سمعة بدبي لا الدنيا كلها تحكي بيها. أتحداش تجين تحكين عن سمعتي وتسألين علي. هاي الإيد اللي أنتي تشوفينها وتقوليها إيد عرب، إش بيهم العرب؟ تروحين فدوة لترابهم. هذول العرب اللي أني انولدت بيهم أهل الجنوب. نرجع أجاوبك مرة ثانية على إيدي. هاي إيدي اللي تشوفيها مو حلوة مال العرب، هاي إيدي ما تروح تلبس أظافر وتسوي أكريليك عمود تعجب حضرتك تعجب حضرة أبو راس المربع الثاني، تمام؟ شبيها إيدي؟ والله جد هيجي داقتك يا ولو. والله وشبيهم الشروق والنعم منهم، والله عسل شبيهم.